بسم الله، ده الفيديو التاسع من سلسلة كلينيكال سينس اللي بنشرح فيها كتاب كوميونتي فارماسي. والنهاردة ان شاء الله هنشرح البرد والانفلونزا. زي ما احنا متعودين ان الدكتور الشاطر الحكيم هو اللي بيشخص الاول وبعد كده بيعالج. طيب هو البرد محتاج تشخيص؟ ده البرد دوت زي ما احنا بنقول كده من الحاجات اللي بتتعرف بالباترن ريكوجنيشن. حتى العيان نفسه بيبقى عارف ان هو عنده برد، يعني واحد بيعطس وعنده رشح مناخيره وزور وجعه وبيكح وسخن حاجة بسيطة كده، يعني هو هيكون عنده يعني غير دور برد. طيب نشوف الالجوريزم. بيقول لك جاي لك عيان عنده برد بالأعراض بتاعتنا اللي هي الرشح والعطس والكحة وألم بالحلق وحرارة خفيفة، ده هيبقى حاجة من اتنين: إما إن الراجل يبقى عنده الأعراض الخفيفة دي بس ولكن حالته العامة كويسة والدنيا كلها كويسة معاه، فده هيبقى دور برد عادي. طب لو الموضوع طول معاه فترة طويلة يبقى كده بقى حساسية مش دور برد، اللي بنسميها رانيتس، وهنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد الجاية. تمام. اما البرد فهنشرحه دلوقتي ونقول ايه العلاج بتاعه. طب لو الاعراض بقى عنده شديدة، يعني بالذات الحرارة بتاعته عالية قوي او الجنرال كونديشن بتاعته مش كويسة، مثلا في صعوبة في النفس او نفسه عالي، او الاطفال مثلا في ضعف في الرضاعة ما بيرضعش كويس، او الاطفال اقل من 3 شهور، في الحالة دي هيبقى حاجة من اتنين: لا اما انفلونزا لا اما بكتيريال انفكشن. الانفلونزا والبرد اعراضهم متشابهه، بس الانفلونزا الاعراض بتاعتها بتبقى شديده. يعني البرد والانفلونزا الاثنين فيهم حراره، بس الحراره في البرد حاجه حراره خفيفه، لكن الحراره في الانفلونزا حراره عاليه قوي. تمام. البرد برضو ممكن الواحد يكون جسمه مكسر والكلام ده، لكن في الانفلونزا يعني الراجل بقى جسمه مكسر وهمدان لدرجه انه ممكن يقعد في البيت. تمام. الانفلونزا يعني غالبا بتبقى في موسم الشتاء بس، لكن البرد ممكن طول السنة. غالبا الانفلونزا مش هيقدر يجيلك الصيدلية، هيبعت حد يشتري له الدواء، لكن البرد هيجي ممكن يجي يشتري هو الدواء بنفسه مفيش مشكلة. الانفلونزا من الحاجات الخطيرة خصوصا مع كبار السن والأطفال والناس اللي عندهم أمراض. يعني ناس كتير بتحتاج تتحجز في المستشفى، في ناس بتخش رعاية، وفي ناس كتير بتموت بالانفلونزا. طب أنا فايدة يعني أنا كصيدلي هستفاد إيه لما أعرف عن الانفلونزا؟ الدكتور الصيدلي الحكيم اللي يعرف يلقط الانفلونزا من اولها ويحول العيان على طول في اول 24 ساعة او 48 ساعة حد اقصى، والعيان ده ياخد الانتي فايرال بتاعه اللي هو التامي فلو، يعني انت كده يعني انقذت العيان بنسبة 90%. لو التشخيص اتأخر اكتر من 48 ساعة غالبا الدواء مبقاش ليه لازمة. اللي بيحصل في مصر للعيان اللي عنده انفلونزا ان هو بيتهرى مضادات حيوية ويتهرى حقن مسكنة وبيتهرى كورتيزون، كل ده ملوش لازمة في العلاج، بالعكس ممكن يكون بيضر العيان، بيضره ماديا وبيضره جسديا. واحد هيقول لك بس العيان بيخف والاعراض بتتحسن. هقول لك انا لو العيان مناعته كويسه كده كده سواء اديت له مضاد حيوي ولا ما اديتلوش، هو بعد 3 ايام او 5 ايام بالكتير بيخف، ممكن بس بقى معاه شويه تكسير كده وخلاص، لكن هو من 3 ل5 ايام طالما مناعته كويسه هيخف. المشكله بقى في الناس الكبيره والاطفال والناس اللي عندهم امراض ومناعتهم ضعيفه، الناس ديت ممكن يحتاجوا ان هم يتحجزوا وممكن يخشوا رعاية مننا وممكن ناس منهم بتموت. الناس ديت لو كانوا خدوا الدواء في اول 24 ساعة بل ما احنا عاملين نرزعهم مضادات حيوية، لو كنا اديناهم الانتي فايرال كانت بنسبة كبيرة، يعني بيقولوا يعني نسبة بتوصل ل 80 ل 90%، كانت نسبة كبيرة الناس دي ربنا شفاها. طب ليه الاعراض بتتحسن؟ الاعراض بتتحسن لانك مدي مسكن ومدي كورتيزون. بس ايه الحكمة ان انا ادي كورتيزون في نفس الوقت اللي انا لو اديت شريط بنادول كان هيجيب لي نفس النتيجه وهيحسن اعراض برد؟ يعني فين الحكمه؟ طيب نعيد كده بسرعه. قلنا لو واحد عنده اعراض برد ده غالبا لا اما يبقى دور برد عادي، ولو طول معاه يبقى ده دور حساسيه. طب لو اعراض البرد دي كانت شديده، يعني حراره عاليه قوي والجنرال كونديشن بتاع العيان مش كويسه، ده يبقى حاجه من اتنين: لا اما انفلونزا ودي اتكلمنا عنها، لا اما بكتيريال انفكشن. البكتيريال انفكشن ده 3 حاجات: اول حاجه التهاب جيوب انفيه، ده بنعرفه بنلاقي تندر نس حوالين الجيوب الانفيه، يعني لما تيجي تضغط كده على الجيوب الانفيه على الوش وفوق كده فوق العين برضو بتلاقي فيه وجع. تمام. دوت علامه الايه؟ الجيوب الانفيه. برضو من العلامات التانية بيبقى فيه صداع، ولما بالذات لما يجي يطاطي او يسجد او كده بتلاقي الصداع بيزيد معاه. تاني حاجه التهاب الاذن الوسطى، ودوت الراجل الكبير هيبقى عارف ان فيه وجع في ودانه، لو طفل صغير ممكن تلاقيه بيشاور على ودانه، ولو صغير قوي ممكن تلاقيه بس بيعيط من غير سبب. تالت حاجه النمونيا او المنجيتس او اي انفكشن خطيره.
لو عيان كبير في السن وجالي بسخونية بس أو مثلا سخونية كحة أو كده، ده ممكن يكون نمونيا. حتى في ميديس كيب بيقولوا لو جالك مثلا بأعراض الإنفلونزا لازم تعمل له إكس راي عشان تستبعد النمونيا الأول. الطفل اللي أقل من 3 شهور وجايلك بسخونية بس، ده ممكن يكون عنده منجيتس، يعني عنده التهاب في المخ. مش لازم تستنى على علامات المنجيتس اللي الناس عارفاها ان هو ستيف نيك والكلام ده، ممكن بس السخونية بس تكون العلامة الوحيدة للمنجيتس في السن ده. عشان كده انت كصيدلي او كطالب طب وصيدلة انت بتتعامل بس مع البرد او مع الحساسية، لكن الانفلونزا والبكتيريا انفكشن دول انت كده كده بتحولهم، بس انت بتعرفهم عشان لما تحول تبقى انت عارف بتحول ليه. يعني اي حد الحرارة بتاعته عالية قوي او الجيرال كونديشن بتاعته مش كويسة، او مثلا طفل اقل من 3 شهور، او الطفل مثلا ما بيطلعش كويس، او في صعوبه في النفس او الكلام ده، اي حاجه من الحاجات ديت لازم انت تبقى مقتنع ان ممكن يكون وراها مصيبه، وان الراجل ده لازم هيتحول، سواء يطلع عنده مصيبه من المصايب اللي احنا قلناها ديت او اي حاجه تانية، بس انت مقتنع من جواك ان العيان دوت ما ينفعش تعديه كده. وهو ده الكلينيكال سنس اللي احنا عاوزين ننشره من خلال الفيديوهات دي، انك تكون سيف ما تاذيش حد، وان يكون عندك ايرلي ديتكشن تلحق العيان بدري وتنقذ حياته. طيب ندخل بقى في علاج البرد. اول حاجه بس نسيت اكتبها هنا، بتقول ان الوقايه خير من العلاج، وان البريفنشن از بيتر ذان كيور. يقول لك مثلا لما تيجي تعطس ما تعطس في ايدك، اصل انت لو عطست في ايدك كده انت نقلت الفيروس لايدك، لما تيجي تسلم على حد انت كده بتنقله العدوى. لكن يقول لك اعطس ايه في كمك كده عند القلبه، تمام. بيقول لك الفيروس دوت بيخش عن طريق البق والانف والعين، فبيقول لك ما تلمسي ايدك، ما تلمسي بقك ولا عينك ولا مناخيرك، ماشي، وتغسل ايدك كويس وهكذا بقى. من الحاجات مثلا اللي شفت دكتور الف بياكد عليها مع المرضى اللي عندهم سوء او دي او ازمه او كده، او ناس كبيره في السن، يعني ان هم ما يزوروش حد عنده برد، ولو حد عنده برد يقول لهم ما يجوش يزورك وهم عندهم برد. يعني النظافه الشخصيه عموما عشان تحمي نفسك وتحمي غيرك من العدوى. بعد كده العلاج. اول حاجه في العلاج اللي احنا بنسميه سبورتيف تريتمنت، زي ما احنا قلنا في الكحه، اول حاجه ان هو يشرب ميه كتير، يشرب سوائل دافيه، يرتاح، فيتامين سي والثوم برضو الناس بتتكلم عنهم ان هم كويسين، تمام. ناس بتتكلم مثلا عن شوربه الفراخ، حتى لو الكلام دوت ما هوش مثبت فعاليته قوي، لكن هو حاجه ملهاش ضرر، تمام. وصلنا هي كل الحاجات ديت مش هتكلف العيان حاجه. يعني انت هتقوله مثلا ياكل برتقان او يشرب ليمون او الكلام ده، طب لو انت هتديله بقى فيتامين سي، تبيع له فيتامين سي من الصيدليه. في الحاله دي هتبص لحاله العيان الماديه، لو هو حالته الماديه كويسه وهو مثلا حابب ياخد دواء، فانت ممكن تصرف له فيتامين سي، بدل ما تديله مثلا مضاد حيوي زي ما الناس بتعمل، لا تقول له لا، ده انت عندك البرد دوت عدوى فيروسيه، العدوى الفيروسية ديت اللي بيتغلب عليها هو جهاز المناعة، فاحنا بنحب ندي حاجات تقوي جهاز المناعة منها فيتامين سي، تمام، وتوصف له فيتامين سي. طب لو عيان بقى حالته المادية مش كويسة، لا يبقى انت لازم يبقى عندك رحمة وإنسانية، وما تديله مضاد حيوي ملوش لازمة، ولا تديله فيتامين سي برضه اللي غالبا ملوش لازمة. ولازم يبقى ليك دور في توعية المريض، تفهمه اللي عنده دوت أو اللي عند ابنه دوت ده عدوى فيروسية، هتاخد لها مثلا 4 5 ايام ولا اسبوع بالكتير وتخف لوحدها حتى من غير علاج، وان هو مش مستاهل مضاد حيوي والكلام ده. انا عاوزك تتخيل معايا حجم المأساة الموجودة في ممارسة الطب في مصر. ممكن يكون طفل عنده دور عدوى فيروسية عادي خالص، شوية كحة ووجع في الزور وشوية سخونية، يروح لدكتور اطفال او يروح لصيدلي يروح يرازعه مضادات حيوية، تمام. يقدر ربنا ان الواد يكون عنده حساسيه من المضاد الحيوي ده، ياخد الحقنه يموت في الصيدليه. يبقى واد ما كانش محتاج اصلا دواء، احنا ادينا له بنفسنا حقنه موتته. ندخل بقى في الادويه. اول حاجه في الادويه نقط للانف موجوده في الصيدليات كلها اسمها اوتروفين، ودي 3 انواع: اوتروفين بيبي سالاين، ودي عباره عن ميه بملح، اوتروفين تشيلدرين، ودي فيها ماده فعاله كده مذيعه للاحتقان، دي كونجستنت بجرعة صغيرة بالنسبة للأطفال، وفي أوتروفين أدلت، وديت نفس المادة بس بجرعة الكبار. أأمن حاجة فيهم وأفضل حاجة فيهم بالنسبة لي هو الأوتروفين بيبي سالاين. أوتروفين بيبي سالاين ده عبارة عن مية بملح،
يعني حاجة كده ملهاش أي خطورة، لا تنفع بقى، تنفع في الحوامل، تنفع في الطفل لسه من عمره يوم، ينفع في اللي عنده ضغط، ينفع في اللي عنده سكر، ينفع في الناس كلها. تمام. حتى ساعات دكاترة الأنف وأذن يكتبوا العيان محلول ملح، لما يكون عيان مثلا الدنيا مطولة معاه شوية يكتبوا له محلول ملح يستخدمه زي القطرة دي. طب أتروفين تشيلدرين وأتروفين أدلت، دول فيهم مادة فعالة تبع مجموعة اسمها سيمباسوميميتك او الدي كونجستنت اللي احنا اتكلمنا عنهم عنها مره قبل كده، وقلنا المجموعه دي زي السودوفيدرين والفنايل افرين، المجموعه دي بتعلي الضغط. ده لو انا هاخدها حبوب مثلا او شراب او كده، لان هي كده تعتبر بتلف الجسم كله وشغال على الاوعيه الدمويه اللي في الجسم كله فبتعلي الضغط. طب لو انا بقى استخدمها لوكال، لوكال يعني شغال على الاوعيه الدمويه بتاعه الانف بس، يعني المفروض ما تعليش الضغط، لكن لقوا ان هي ساعات بتعلي الضغط، يعني جزء منها بيوصل للسيركوليشن وبيعلي الضغط وبيزود ضربات القلب وكل حاجه. عشان كده لو مريض ضغط الافضل احنا نبعد عنه الديكونجستنت كلها سواء حبوب او ايه او نور. طب لو انا هكتبها بقى لواحد مش مريض ضغط ولا حاجه، لازم انبه عليه ان هو ما يستخدمهاش اكتر من 3 ايام. ماشي، في ناس بتقولها 5 ايام بس احنا هيخلينا مور سيف، يقول ان هو ما يستخدمهاش اكتر من 3 ايام عشان فعلا بعد كده بيتعود عليها ومقدرش يسيبها. طيب احنا كده ظبطنا موضوع الرشح والاحتقان اللي في الانف. طب موضوع السخونية والتكسير اللي في جسمه ده كله نعمل فيه ايه؟ هنديله بنادول. تمام. بنادول دوت المادة الفعالة بتاعته باراسيتامول، ده عبارة عن مسكن وخافض للحرارة. احنا عارفين ان المسكنات كلها بتعمل قرح في المعدة وبتعمل فشل كلوي ومتنفعش في الحمل وفي الرضاعة والكلام ده، لكن الباراسيتامول او البنادول استثناء من الكلام ده، لا بيعمل فشل كلوي ولا بيعمل قرح في المعدة، وآمن في الرضاعة وآمن في الحمل وكل حاجة. تمام. مشكلته الوحيدة بتبقى مع مرضى الكبد أو الناس مدمنة الكحوليات أو مثلا لو في دراج انتر اكشن، لكن غير كده هو سيف تماما. الباراسيتامول في أدوية الأطفال الاسم التجاري ليه أو أشهر اسم ليه سيتال شراب. منساش هنا أقول إن من الجرائم اللي بتحصل في حق الأطفال الصغيرين سواء من دكاترة الأطفال أو من الصيادلة أو من الأمهات انهم بيودوا الاطفال الصغيره دولفين لبوس او شراب او اي ماده او اي دواء الماده الفعاله بتاعته ديكليفوناك. دكاتره الاطفال خصوصا بتوع الكلى بيقولوا انهم شافوا حالات فشل كلوي كتير بسبب موضوع الديكليفوناك. اذا كان الكبار بيجيلهم فشل كلوي من المسكنات، همالك بقى بالاطفال؟ هيقول لك الحراره ما بتنزلش بالستان لوحده، قوله طفين الميه، المية دي تنزل أعلى حرارة، ولو الحرارة عالية أوي كده ومش عارفين ننزلها يبقى جايز الواد عنده منجيتس ولا عنده نمونيا ولا عنده أي مصيبة، يبقى أنت تحجزه وتشوف الواد عنده إيه وتعالجه، تعالج السبب. هو ده الحكمة وهو ده الطب. نلخص كده اللي احنا قلناه، يبقى احنا قلنا لو حد عنده أعراض البرد والجنرال كونديشن بتاعته كويسة يبقى ده حاجة من اتنين، يا إما دول برد عادي يا إما حساسية، الحساسية دي لو طولت معاه. طيب لو الجنرال كونديشن بتاعته مهياش كويسة أو الحرارة عالية قوي أو في صعوبة في النفس أو في الأطفال أقل من 3 شهور أو صعوبة في الرضاعة أو الكلام ده، يبقى احنا حاجة من اتنين، يا إما إنفلونزا يا إما بكتيريا إنفكشن، والبكتيريا إنفكشن حاجة من 3، لا التهاب جيوب أنفية، لا التهاب أذن وسطى، يا إما بقى نمونيا أو منجيتس خصوصا في الكبار في السن والأطفال الصغيرين. علاج البرد أول حاجة الوقاية خير من العلاج، زي ما قلنا بقى تعطس إزاي وتغسل إيدك والكلام ده. تاني حاجة للراحة احتياج ومرق الدجاج، ثوم وزنجبيل والبرتقال قيل، سوائل دافئة ونومة هانئة. تمام. تالت حاجة أتروفين بيبي سالين، ده خيار كويس في الناس كلها. أتروفين أدلت بلاش نخليه للضرورة ونبعد عن الناس اللي عندهم ضغط. آخر حاجة البنادول، وبالنسبة لي ممكن أكتفي بيه حتى من غير النقط، خصوصا لو العيان ظروفه المادية مش كويسة بكتب له بس بنادول. حتى استخدام الشخصي لما يجي دور برد ما باخدش اكتر من حباية بنادول. في الاطفال هيبقى اوتروفين بيبي سالاين مع الستال. نسيت اقول ان اغلب ادوية البرد الموجودة بتبقى كومباينيشن كده، بتبقى فيها انتي هيستامينيك ودي كونجستان وساعات انالجيزك. انا فاكر المرة الوحيدة اللي خدت فيها كونجستال كنت في سنة تالتة طب، كنا لسه واخدين فارم بقى واخدين السيمباسوميتك والكلام ده، فايه قلنا نجرب يعني. انا خدت الحبايه من هنا ما عرفتش انام، ضربات قلبي بقت سريعه وحاسس ان مش عارف اخد نفسي، كانت مشكله يعني. فانت كدكتور حكيم او صيدلي حكيم سيبك من موضوع بقى مجموعه البرد
او زي ما الدكتور الفي بيسميها الفخفخينه، الكلام دوت ما ينفعش. وافتكر كلام الحكماء اللي قالوا don't start by more than one tablet، يعني ما تديش ما تبداش باكتر من قرص واحد او ماده فعاله واحده. دي شويه نصايح باكد لنا عليها. اول حاجه بيقول موضوع الوقايه خير من العلاج، وده قلناه. تاني حاجه بيقول الاوتروفين بيبسلين ده حاجه كويسه جدا. تالت حاجه بيقول ان في منتجات بيبقى فيها باراسيتامول ضمن الكومبانيشن بتاعها، يعني بيبقى فيها مثلا دي كونجستنت وانتي هيستامينك ومعاها باراسيتامول، فانت لما تيجي تكتب مثلا ماده تانية زي البنادول مثلا اللي فيها باراسيتامول، انت كده ممكن تدي لعندك جرعه زياده من باراسيتامول، تمام؟ فانت لازم تاخد بالك من الحته دي. اخر حاجه بيقول لك الطريقه الصحيحه عشان تاخد النقط بتاع الانف انك تبقى مناخيرك لتحت وبص لتحت مش لفوق زي ما الناس بتعمل، انك لو بصيت لفوق ممكن تبلع النقط بسهوله. ان شاء الله الاسبوع الجاي هكلمكم عن الانفلونزا والمصل بتاعها والكلام ده كله. الباب الرابع في النصائح الطنطاوية عن أستاذنا سامح الشرنوبي حفظه الله ومتعنا بعلمه، وهو في أشهر أمراض الجهاز التنفسي العلوي وعلاجه، مأخوذا من منظومة درر الإنجاز في طب الامتياز يسر الله إتمامها. الفصل الأول في البرد والخنان وحساسية الأنف. يقول من قد جمع لي درار ومتع وسهل الصعاب وقرب الخطاب أستاذنا المرجح الشرنوبي سامح، إن جاءك الصغير وأنفه مطير أي رشحه نظيف أو أصفر خفيف أي رشحه نظيف أو أصفر خفيف وحلقه محتقن لكنه مطمئن أي لا صديدا مخلقا أو نفسا مختنقا، والعطس والسعال والدفء قد يقال، قل بردان أو حساسية انطلاق الحساسية، والعطس والسعال والدفء قد يقال، قل بردان أو حساسية انطلاق الحساسية، إلا إذا رأيت قرينات فخفت رضاعة ضعيفة حرارة مخيفة رضاعة ضعيفة حرارة مخيفة، أو أن يكون لم يمر أسبوعه الاثنى عشر، فإنهم أمارة بكتريات غدارة وغيرها كثير وحصرهم عسير، أو أنها الخنان أي الفول الجبان أو أنها الخنان أي الفول الجبان، لكنها تختلف عن بردنا فتعرف، بل غالبا لا تصحابه وإنها لا تقربه، فالبرد والخنان هما إذا شيئان، فإننا فيها نجد نشرا شديدا في الجسد كذا الصداع والتعب، سعاله لا يجتنب وشدات الحرارة تتمات الأمارة وشدات الحرارة تتمات الأمارة، وربما إسهاله وقيئه نقوله وربما إسهاله وقيئه نقوله، وقلما الزكام يذكر والسلام.